بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى ابد الابدين امين. مرحبا بكم اخواتنا في اسرتي ايقونه في الكنيسه، وتساؤلات تدور في ذهننا، تساؤلات كثيره عن المفهوم المسيحي للحياه الجنسيه في حياه اولاد الله. ومن ضمن الامور المميزه المهمه في حياتنا واللي نحب ندركها في علاقتنا الجسدية المكللة بروح القدس هو مفهوم الآخر. العلاقة الجنسية بتقوم بين اثنين، كل واحد يمثل الثاني الآخر، وكل واحد بيمثل لنفسه، بيمثل لنفسه الأنا، الأنا والآخر أو الآخر والأنا. وكيف تكون العلاقة بينهم؟ لابد أن نتعلم من الكتاب المقدس ما هو مفهوم الآخر في حياتنا. الآخر في حياة أولاد الله واللي بيعتمد عليه تماما اللقاء الجنسي بين الزوج والزوجة في سر الزيجة وفي الحياة الزوجية، الآخر يتميز، لابد أن يكون في ذهننا بتقلي مميزات وليه تفكير وليه كيان. أولا هو شخص وليس أداة وليس وسيلة، هو شخص. والعلاقة الجسدية عندما تكون بين شخصين كل واحد فيهم بيميز وبيقدر ان الاخر شخص، بتختلف تماما عن ان الاخر شيء. الشيئية في حياة الزوجين او في حياة الاسرية الزوجية والمحبة الزوجية شيء مرفوض تماما، مرفوض تماما، حتى لو قلنا ليه خطأ مش خطأ، لا هو مرفوض تماما بكل ما يعني. اما الاخر فهو يمثل الشريك ويمثل المحبة ويمثل معاني كثيرة جدا. هو كيان شخص له حسيس، له تفكير، له إحساس، له قدرات، له يعني استعداد أو عدم استعداد في كل المميزات الإنسانية في الآخر. هو أيضا هو آخر، هو أيضا حر. لابد أن يشعر كل طرف من الطرفين أن الآخر له حرية، والحرية هنا في القبول أو الرفض، في قبول العلاقة أو رفضها، في قبول نوع العلاقة أو رفضها، في قبول وقتها أو رفضها. وإن لأن هذا الأمر بيجعل يعني سبب أحيانا سبب عدم تفاهم وسبب مشاكل كبيرة من خلال الخدمة الروحية، بنجد أن هذا الأمر بيسبب مشكلة. فمهم اننا نصحح الافكار دي، وايضا الشطاره ان احنا نعلم ولادنا الافكار الصح. هو شخص وهو حر بكل ما تعني الحريه من مفردات كثيره جدا في حياتنا. هو ايضا فريد في نوعه، وليه شخصيه يونيك، يعني مش هو مش زي حد تاني. لازم كل زوجه تعرف ان زوجها مش زي اي حد، وكل زوج يعرف ان زوجته ليست كل زي كما يسأل كل امراه هو يعرفها. هو اختارها هي بكيانها الإنساني ويحبها ويفرحها ويفرح بيها بالكيان الإنساني هذا وليس بكيان آخر. ودي خطأ بيقع فيه كثير جدا الناس حتى بعيدا عن العلاقة الزوجية، لكن في الحياة الاجتماعية أن الإنسان يشبه ويقارن زوجته بزوجة أخرى أو بإنسان أخر، أو الزوجة تقارن جوزها بإنسان آخر أو بزوج آخر أو حتى بأخوها أو أختها أو أخته. مرفوض. هو يونيك في ذاته، هو فريد بذاته، أحبه لذاته بمقدراته بمفاهيمه بمعرفته بإرادته الكاملة. وهنا يأتي المحبة الحقيقية، أن الكيان الإنساني ده والكيان الإنساني ده يتألفوا ويحبوا بعض ويثمروا مع بعض ويكملوا بعض كل واحد بصفاته وليس بالمقارنة بصفات الآخرين. يبقى هو شخص، هو حر، هو فريد في نوعه، هو أيضا نظير، يعني في تكافؤ، نظير مكافئ. ليست الزوجة مجرد أداة لتحقيق رغبات الزوج، وليس الزوج أيضا مجرد أداة لتحقيق رغبات الزوج. كلاهما نظير بعضهم البعض، نخلق له معينا نظيره. وهذا المبدأ مهم جدا جدا، لأنه برضه بيسبب مشاكل كثيرة جدا. يا ما نسمع عن زوج بمفهوم قديم يقول زوجتي ما بتطعنيش. لازم تعلموها مفهوم الطاعة الكاملة. لا يا حبيبي،
هي نظير لك وربنا خلقها. زي ما انت ليك تفكير هي ليها تفكير، وزي ما انت ليك إرادة هي ليها إرادة، وزي ما انت ليك اختيارات هي ليها اختيارات، وزي ما انت ليك حرية هي ليها حرية. لابد أن ندرك هذا، أن التماثل يعني التناظر بين الشخصيتين مهم جدا جدا. أيضا يبقى هو شخص، هو حر، هو فريد في نوعه، هو نظير في كيانه، هو أيضا مهم في حد ذاته، بحيث أن الزوج بيحب زوجته بيفرح بها هي، والزوجة بتحب زوجها تفرح به هو، وليس بأي شيء آخر. بمعنى كل واحد يبقى محبوب عند التاني بالكامل، أنا بحب زوجتي حتى بضعفاتها، وزوجتي بتحبني بضعفاتي أيضا، وأقبل ضعفاتها وتقبل ضعفاتي، وإحنا الاثنين نقبل ضعفات ولادنا وننميهم في النعمة، فيصير الثالوث الأسري ثالوث متكامل وثالوث مقدس وثالوث محبوب، كل طرف محبوب عند الآخر. الأولاد محبوبين عند الأب والأم، والأب والأم محبوبين عند بعضهم، وأولادهم محبوبين عندهم. إذا نجحنا في تحقيق هذا الثالوث المحبوب المحب الفرحان المكتفي بعض، وده تحقيق، هو ده اللي بيحقق إرادة ربنا في حياته. أيضا من صفات الآخر في العلاقة الجسدية الزوجية إنه محبوب لذاته. أنا بحب مراتي عشان هذه الإنسانة أنا اخترتها إني أعيش معها حياتي، وزوجتي بتحبني علشان هي اختارتني تعيش معايا حياتها بما فيها من إيجابيات وسلبيات، بما فيها من أوقات فرح وبما فيها من أوقات ضيق، بما فيها من أوقات اتفاق أوقات اختلاف. نحن نبقي على المحبة الكاملة، المحبة الزوجية لكل فين واحد الآخر، فينظر إلى الآخر كأنه شريك، ينظر إلى الآخر أنه سبب فرح، سبب متعة، سبب تكامل، سبب سن نسند بعضنا، لأنه آخر وليس شيء. ربنا يعطينا أن نفرح ببعضنا البعض، ولله المجد دائما أبدا آمين.